أحسن الله إليكم من هذا سائل يقول: هل لفظة جنس العمل دل عليها دليل شرعي من الكتاب والسنة أو هي من قول السلف، ومن قال بها من السلف؟ لا أعرف شيء من هذا، هل يرددونها الآن جنس العمل ولا أدري من أين أخذوها. العمل كله من الإيمان، العمل الصالح، والعمل السيء ينقص الإيمان. نعم.